بسم الله الرحمن الرحيم. تناولنا في المحاضرة السابقة أنواع الاختصاص الجنائي للقضاء المصري، وقد تكلمنا في هذا الموضوع عن الاختصاص النوعي للمحاكم الجنائية المصرية، ثم تكلمنا عن الاستثناءات من قواعد الاختصاص النوعي من حيث الاختصاص الاستئثاري والاختصاص المشترك. اليوم سوف نتكلم عن الاختصاص المكاني أو المحلي للمحاكم الجنائية المصرية. ينعقد الاختصاص المكاني لأي من هذه المحاكم الثلاث: مكان وقوع الجريمة، محل إقامة المتهم، مكان ضبط المتهم. مكان وقوع الجريمة، ويقصد به المكان الذي وقع فيه الركن المادي له، يستوي في ذلك مكان النشاط أو مكان النتيجة أو مكان علاقة السببية. فلو أن شخصاً أعطى آخر سماً بقصد قتله في المنصورة وسافر المجني عليه إلى القاهرة فمات هناك، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة المنصورة بوصفها مكان النشاط، ولمحكمة القاهرة بوصفها مكان النتيجة، وبكل محكمة مر المجني عليه في دائرة اختصاصها، وكان السم يعمل تأثيره في جسمه أثنائه. يبقى إذن هنا في هذا المثال المحاكم تختص، هناك أكثر من محكمة تختص بنظر هذه الدعوة، وهي محكمة مكان وقوع النشاط الإجرامي، ومحكمة مكان وقوع النتيجة الإجرامية، وبكل محكمة مر المجني عليه في دائرة اختصاصها، وكان السم يعمل تأثيره في جسمه أثنائه. في هذا المثال ينعقد الاختصاص إذن لمحكمة المنصورة بوصفها مكان النشاط الإجرامي، ولمحكمة القاهرة بوصفها مكان وقوع النتيجة الإجرامية. أما الآثار التي تترتب على الجريمة فلا أهمية لها من حيث الاختصاص المكاني، وكذلك الأعمال التحضيرية التي لا تبلغ حد الشروع المعاقب عليه. وفي حالة الشروع تعتبر الجريمة وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وكما هو معلوم بأن الشروع طبقا للمادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنح إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيه. وفي الجرائم المستمرة تختص كل محكمة من المحاكم التي وقع في نطاقها جزء من حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتيال والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها. وجدير بالذكر أن الجريمة المستمرة هي تلك الجريمة التي يكون السلوك الإجرامي فيها قابلا بطبيعته للامتداد فترة من الزمن كلما أراد فاعلها ذلك، سواء كان هذا السلوك إيجابيا أم سلبيا. ومن أمثلة الجرائم المستمرة جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة، وجريمة الهروب أو الغياب من الخدمة العسكرية طبقا للمادتين 154 و156 من قانون القضاء العسكري المعروف سابقا بقانون الأحكام العسكري. وأيضا من أمثلة الجرائم المستمرة جريمة حبس شخص بدون وجه حق، وجريمة حمل الأوسمة والنياشين بدون وجه حق، وجريمة حمل أو إحراز سلاح بدون ترخيص، وأيضا جريمة الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في ذلك رغم طلبه. هذه كلها أمثلة للجرائم المستمرة. أما الجريمة الاعتيادية فهي تلك الجريمة التي يلزم فيها أن يتقرر السلوك المكون للركن المادي له، فلا تتحقق الجريمة الاعتيادية إلا بتكرار السلوك الإجرام، لا تتحقق الجريمة الاعتيادية إلا بتكرار السلوك الإجرام. فالفعل في حد ذاته لا يجرم، بل تجرم حالة تكرار الفعل. ومن أمثلتها في التشريع
الجنائي المصري. من أمثلة الجريمة الاعتيادية في التشريع الجنائي المصري جريمة الاعتياد على الإقرار بربا فاحش، وجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الضعار. أما الجريمة المتتابعة فهي تلك الجريمة التي تقوم بأفعال متعددة ومتماثلة يجمع بينها وحرة الحق المعتدى عليه ووحرة النتيجة المستهدفة. ومثال للجرائم المتتابعة من يصدر عدة شيكات بدون رصيد لشخص واحد عن دين واحد، وكذلك سرقة منزل على عدة دفعات. وقد ذهبت محكمة النقد المصري إلى اعتبار بناء عدة طوابق بدون ترخيص جريمة متتابعة متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية تنفيذا لمشروع إجرامي واحد، ولا أهمية لمكان وقوع الفعل إذا لم يكن جزءا من أركان الجريمة حتى لو كان ضروريا لوجوده. ففي جريمة خيانة الأمانة مثلا لابد من وجود عقد أمانة لقيام الجريمة، ولكن هذا العقد رغم ضرورته لكن هذا العقد لو عقد الأمانة رغم ضرورته لا يدخل في أركان الجريمة. ومن ثم فإن مكان انعقاد عقد الأمانة لا أهمية له في تحديد الاختصاص المكاني بنظر هذه الجريمة، ولكن العبرة بالمكان الذي وقع فيه فعل التبديد نفسه، لأن هذا الفعل هو الذي يكون الجريمة. لو أن شخصا سلم آخر شيئا على سبيل الأمانة وحر بذلك عقد أمانة في القاهرة، ثم حدث أن هذا الشخص المؤتمن أنقر الشيء المسلم إليه على سبيل الأمانة وظهر عليه بمظهر المالك في المنصورة، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة المنصورة دون محكمة القاهرة، باعتبار أن محكمة المنصورة هي المحكمة التي وقع في دائرتها فعل التبديد نفسه. أما المكان الذي حرر فيه عقد الأمانة فلا أهمية له في تحديد الاختصاص المكاني، بل المحكمة المختصة في هذا المثال هي محكمة المنصورة، باعتبار أن هذه المحكمة هي المحكمة التي وقع في دائرتها فعل التبديد نفسه. وبالنسبة لجرائم الصحافة تعتبر واقعة في كل مكان وزعت فيه الجريدة مختصة، يبقى كل مكان وزعت فيه الجريدة يعتبر هذا المكان مختص بنظر جرائم الصحافة والنشر، ومنعا من تعدد الدعاوى الجنائية عن نفس الفعل يتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة التي رفعت إليها أولا. ومع ذلك فهذا الوضع لا يسري إلا إذا كان النشر يتعلق بموضوع واحد والمسؤول عنه شخص واحد وبذات وسيلة النشر، ولكن عندما تنشر ذات الجريدة نفس الموضوع مرة ثانية في وقت آخر أو في أماكن مختلفة سواء كان عن طريق ذات الشخص أو بمعرفة أشخاص آخرين، فإنه تتعدد الدعاوى الجنائية وتختص بها المحاكم التي وقعت في دائرتها أماكن النشر الجديد. طيب تكلمنا الآن عن موضوع وهو مكان وقوع الجريمة، باعتبار أن هذا المكان هو إحدى الأماكن التي تختص بها المحاكم اختصاصا مكانيا. أيضا هنتكلم عن محل إقامة المتهم. محل إقامة المتهم أيضا من ضمن الأماكن التي انعقد الاختصاص المكاني لهذه المحاكم. محل إقامة المتهم يقصد بمحل إقامة المتهم المكان الذي يقيم فيه المتهم فعلا ولا يقصد به موطنه. يبقى يقصد بمحل إقامة المتهم المكان الذي يقيم فيه المتهم فعلا ولا يقصد به موطنه. وفيما يختص بالمحكمة التابعة إلى محل إقامة المتهم فالعبرة بمحل إقامة المتهم وقت اتخاذ الإجراءات ضده وليس وقت ارتكابه الجريمة. فالعبرة بمحل إقامة المتهم وقت اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، يعني لو عندنا متهم ارتكب جريمة في مكان ما ثم غير محل إقامته إلى مكان آخر
يبقى بدء اتخاذ اجراءات التحقيق معه هو المكان الذي يعتد به في القانون، ولكن لا عبرة بتغيير محل اقامة المتهم بعد بدء اتخاذ الاجراءات ضده. يعني اذا اتخذت الاجراءات ضده مثلا في المنصورة، وبعد ان اتخذت الاجراءات ضده في المنصورة غير محل اقامته، يبقى المكان الذي يعتد به هي محكمة المنصورة. وإذا تعددت محل إقامة المتهم، يعني لو المتهم له أكثر من مكان يقيم فيه، صح اختصاص أي محكمة يقع في دائرتها أي محل من محل إقامته. إذا تعددت محل إقامة المتهم، صح اختصاص أي محكمة من المحاكم التي يقع في دائرتها أي محل من محل إقامته. أيضا من ضمن الأماكن التي تختص بها المحاكم وينعقد لها الاختصاص مكانيا، مكان ضبط المتهم أو مكان القبض على المتهم. مكان ضبط المتهم تختص المحكمة التي يقع في دائرته المكان الذي ضبط فيه المتهم. يبقى المكان الذي يضبط فيه المتهم هو المكان أيضا من ضمن الأماكن التي تختص بها المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية. والمقصود بضبط المتهم هو ضبطه بسبب ارتكاب الجريمة المراد بحث الاختصاص عنها بمحاكمته. المقصود بضبط المتهم في هذا الشأن هو ضبطه بسبب ارتكاب الجريمة المراد بحث الاختصاص بمحاكمته عنه، وليس مجرد ضبطه لجريمة أخرى. فمثلا إذا ارتكب لص جريمة سرقة في المنصورة ثم قبض عليه بسببها في القاهرة، فتختص محكمة المنصورة بمحاكمته عن هذه الجريمة، وأيضا تختص محكمة القاهرة. تختص محكمة المنصورة باعتبارها محكمة مكان ارتكاب الجريمة، وتختص محكمة القاهرة باعتبارها مكان القبض على المتهم. ولكن إذا تبين أثناء التحقيق معه، يعني هو في عندما قبض عليه في القاهرة، إذا تبين أثناء التحقيق معه أنه قد ارتكب جريمة نصب في الإسكندرية، فإن محكمة القاهرة وهي محكمة مكان القبض عليه لا يكون لها اختصاص بمحاكمته عن الجريمة التي ارتكبها في الإسكندرية. يبقى لا يعتبر مكان القبض عليه في القاهرة موجب لاختصاص محكمة القاهرة بمحاكمته عن الجريمة التي ارتكبها في الإسكندرية وهي جريمة النصب. إذن في هذا المثال بينعقد الاختصاص لمحكمة القاهرة إلى جانب محكمة المنصورة. محكمة المنصورة باعتبارها محكمة وقوع النشاط الإجرام أو السلوك الإجرام، ومحكمة القاهرة باعتبارها مكان القبض عليه. لكن لو تبين أثناء التحقيق معه في القاهرة أنه قد ارتكب جريمة نصب في الإسكندرية، فإن محكمة القاهرة وهي المحكمة التي قبض عليه فيها لا يكون لها اختصاص بنظر الدعوى عن جريمة سبق وأن ارتكبها في الإسكندرية. طيب هنتكلم الآن عن الاستثناءات من قواعد الاختصاص المكاني. كما تكلمنا عن أن الاختصاص النوعي عليه استثناءات، فأيضا الاختصاص المكاني توجد عليه أيضا استثناءات. الاستثناءات من قواعد الاختصاص المكاني عندنا الاختصاص بنظر جرائم القضاء، ويحدد مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تختص بنظر الجرائم التي يرتكبها القضاة. يبقى مجلس القضاء الأعلى هو الذي يحدد المحكمة التي تختص بالجرائم التي ينسب إلى القضاة ارتكابها ولو كانت غير متعلقة بوظائف. من الاستثناءات أيضا من قواعد الاختصاص المكاني وهي الجرائم التي تقع في الخال. وفيما يتعلق بالجرائم التي تقع في الخال وليس للمتهم محل إقامة في مصر ولم يضبط في مصر، ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية. يبقى المتهم الذي يرتكب جريمة في الخارج ويخضع لقانون العقوبات المصري، هذا المتهم إذا لم يكن له محل إقامة في مصر ولم يضبط في مصر، ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية. فإذا كانت الجريمة قد وقعت في الخارج،
إذا كانت الجريمة التي ارتكبها المتهم قد وقعت في الخارج ثم عاد إلى مصر وكان له فيها محل إقامة معروف فيها في مصر، فترفع الدعوة أمام المحكمة التابعة لها محل إقامته. يعني لو في عندنا متهم ارتكب جريمة في الخارج ولم يضبط في مصر ولم يكن له فيها محل إقامة معروف، ترفع عليه الدعوة في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية. طيب لو كان هذا المتهم له محل إقامة معروف يبقى بترفع عليه الدعوة أمام المحكمة التابعة له محل إقامته. وتعتبر الجريمة وقعت في الخارج إذا كان الركن المادي بأكمله قد وقع في الخارج، لكن لو وقع بعض من ركنها المادي في الخارج والبعض الآخر في الداخل فتعتبر أنها وقعت في الداخل. ولكن إذا كان ما وقع في الداخل هو أفعال الاشتراك فقط، وعندنا صور الاشتراك هو التحريض والاتفاق والمساعدة، إذا كان ما وقع في الداخل هو أفعال الاشتراك فقط دون التنفيذ فتعتبر أن هذه الجريمة قد وقعت في الخارج. لم يتبقى بعد سوى القول بأن الحكم الصادر بعدم الاختصاص يعد حكما قطعيا، رغم أنه غير منهي للخصومة لأن موضوع الدعوى باق لم يفصل فيه. وترتب على الحكم بعدم الاختصاص خروج الدعوى من حوزة المحكمة، يترتب على الحكم بعدم الاختصاص خروج الدعوى من حوزة المحكمة، ولا يجوز لهذه المحكمة اتخاذ أي إجراء آخر، ولذلك لا يجوز لها أن تحيل الدعوى التي حكمت بعدم اختصاصها إلى محكمة أخرى بدعوى اختصاصها به. لا يجوز للمحكمة في حالة الحكم بعدم الاختصاص أن تحيلها إلى محكمة أخرى بدعوى اختصاصها به، ولذلك ولا يجوز إعادة الدعوى إليها لنظرها من جديد. في حالة إعادتها لنظرها من جديد فيكون لهذه المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيه. يبقى لا يجوز إعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها مرة أخرى ما لم يلغى الحكم من المحكمة المختصة بالطعن. في حالة إلغاء الحكم من المحكمة المختصة بالطعن فهذا وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت حكم بعدم الاختصاص فهذا القضاء ملزم للمحكمة، يتعين على المحكمة أن تفصل فيها، ولا يجوز لهذه المحكمة الامتناع عن نظر هذه الدعوى على أساس سبق الفصل فيه. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.